مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، ونبدأها بالعناوين. فنان يمني يحول الإطارات المستعملة إلى مجسمة فنية وتحف منزلية. صحيفة العربي الجديد تعنون: يمنيون يحتجون على رفع قيمة زكاة الفطر. ومن أخبارنا المنوعة: أشياء على هذا الكوكب لم يستطع العلم إيجاد تفسير لها حتى اليوم. في رمضان يصوم المسلمون ساعات معدودة ثم يفطرون بأطيب المأكولات، لكن هناك أناس تجبرهم بطونهم الخاوية على البحث في النفايات عن بقايا طعام يسد جوعهم ويمنعهم من الموت بعد صيامهم المتواصل. يقول موقع الصحوة نت: بشر متفاوتو الأعمار، نساء وأطفال ورجال يجوبون الشوارع، يبحثون في القمامات ونفايات البيوت عن لقمة عيش. أم كريم المرأة الخمسينية تنطلق من الفجر للبحث عن أو للبحث في القمامة المتراكمة في الأزقة وبين الأحياء، وتدفع ولديها اللذين لم يتجاوزا سن العاشرة للبحث في شارعين آخرين. تبرر أم كريم التصاق القاذورات على كف يدها وذراعيها بالقول: هذه هي حياتنا، بحثنا عن عمل بديل نعيش عليه بكرامة بعيدا عن هذه المذلة، لكننا لم نجد شيئا. وتضيف: اتجهنا إلى القمامة للبحث عن أشياء نستطيع بيعها وأخرى يمكن الاستفادة منها في حياتنا ومسايرة اليوم على الأقل بلقمة واحدة. وتشرح كيف تتوزع هي وزوجها وأبنائها وبناتها على ثلاثة مجاميع من الساعات الأولى للفجر للحصول على ما تتركه الأسر من النفايات. وتقول: نحن نجد كميات من المواد الغذائية والمعلبات التي لم نحلم بشرائها، وكذلك ملابس مستعملة نظيفة، أكلنا وملبسنا جميعه من القمامة. رفض سفيان نعمان كما ذكر الموقع بوست الإنصياع للظروف المعيشية السيئة التي يعيشها الكثير من اليمنيين، وبدأ بمشروعه الخاص. رأى سفيان أن باستطاعته أن يتعايش أو يعتاش منه ويعيل أسرته بعد أن تقطعت بهم السبل. نعمان قرر خوض تجربة استثمار الإطارات التالفة، وهي مغامرة لم تكن مضمونة النتائج، لكنها حيلة أخيرة لجأ إليها بعد فقدانه لعمله في إحدى الشركات بصنعاء. نعمان يحول الإطارات إلى أشكال مختلفة صالحة للاستخدام، بعضها للزينة كالمزهريات وألعاب الأطفال، والبعض الآخر أغراض نافعة كالكراسي والطاولات وسلل النفايات. يقول نعمان أنه لم يكن يجد ما يأكله وأسرته قبل تدشين هذا المشروع، لكنه الآن يربح بعض الأموال من هذا العمل. نعمان أيضا استقطب بعضا من الشباب النازحين من محافظات الحديدة وعلمهم مهارة تشكيل الإطارات، البعض منهم ما يزالون يعملون معه لليوم، فيما اتجه البعض الآخر بشكل أو للعمل بشكل مستقل بعد أن اكتسبوا المهارة على يده. إلى زاوية المقالات، وفيها نطالع في الشأن المحلي مقالة للسفير ياسين سعيد نعمان بعنوان عصارة جنون مقرف، نشره في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. يستهل الكاتب مقاله بتساؤل عن الشروط التي توفرت حتى يعاود الحوثي محاولة الاختراق نحو الجنوب من نفس الجهة التي تلقى فيها هزيمته الأولى عام 2015. ويواصل: كانت جبهة الضالع آنذاك هي المحطة الأولى التي كسر فيها الحوثيون في هجومهم جنوباً. في هذه الجبهة عرف الحوثيون معنى الهزيمة لأول مرة منذ أن خرجوا من صعدة معلنين حربهم على اليمن واليمنيين، ومدشنين أسوأ كارثة بقرار طائش سيسجله التاريخ باسم جماعة عنصرية أغرقت اليمن في الدم وأدمت كل محاولات العيش والتعايش بسلام بين أبنائه. ظلت هزيمة الحوثيين في الضالع تشغل حيزاً واسعاً في العقلية العدوانية للحوثيين، وظلت الضالع محط اهتمام وعمل منظم وتفكيك ممنهج لاستحضار كل العوامل التي تم تجنيدها لإعادة بناء المشهد
على النحو الذي أصبحت آلياته تعمل على نحو موائم لمعاودة الهجوم في هذه الجبهة. وكان أن تجمدت جبهة الحديدة بعد أن تدخل العالم على نحو تعسفي باسم الوضع الإنساني، متجاهلين حقيقة أن منح الحوثيين المزيد من الفرص لمواصلة الحرب هو الذي ينتج الكارثة الإنسانية على نحو متزايد. وشكل قمع حجور والبيضاء حالة من المعنوية التي أعطت زخماً لهذا الطيش الذي رمى بثقل بشري وعسكري ليس له أفق واضح في منطقة لا يمكن أن تكون من الناحية العسكرية مساراً لهدف عسكري أكبر سوى الانتقام منها على امتدادها الوطني وكسر معاناتها في منظومة المقاومة التي تصدت وتتصدى لمغامراته الدموية العنصرية. ورغم أن ذلك محال في ضوء ما أثبتته الأيام الماضية، إلا أن الحوثيين استفادوا من حالة التفكك التي مهدت لهذه المغامرة، وهي حالة ما كان يجب أن تسود على هذا النحو في منطقة يدرك جميع أبنائها على اختلاف مشاربهم السياسية والاجتماعية القيمة الوطنية لمقاومة هذا المشروع الذي يستهدف الجميع. لا أشك لحظة في أن هذا المشروع الذي يتخبط من جبهة إلى أخرى في محاولة للتنكيل باليمنيين قتلاً وتدميراً قد استنفذ آخر أوراقه بحساب ما يسعى إليه من حكم اليمن أو إقامة الدولة الطائفية فيه، ولم يبقى أمامه سوى الانتحار على أسوار المقاومة الرائعة التي تصدت وتتصدى للحملات العسكرية التي تعيد إلى الذاكرة الوطنية الجرائم التي ارتكبها الإمام المتوكل إسماعيل بن القاسم بن محمد ضد اليمنيين وما أورثه من تاريخ أسود. موقع المصدر أونلاين نقل عن مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن قولها إن عدد الإصابات المشتبه فيها بمرض الكوليرا تجاوز 300,000 حالة منذ مطلع العام الجاري، وأظهرت الإحصائية وفاة 580 من أصل 306,000 حالة اشتباه تم الإبلاغ عنها منذ مطلع العام وحتى 10 مايو الجاري. وتصدرت أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء أعلى نسبة إصابة بالمرض على مستوى اليمن بنحو 89,000 إصابة، وسجلتا معا 108 حالة وفاة. وبينت الإحصائية أن محافظات الحديدة وإب وذمار جاءت تالية في عدد الإصابات، فيما سجلت إب أعلى الوفيات ب 87 حالة، تلتها ذمار ب 58 حالة، ثم تعز ب 55 حالة. أما الأقل في عدد الإصابات فسجلتها محافظة حضرموت ب 13 حالة. أكدت بعثة الأمم المتحدة المكلفة بالإشراف على تنفيذ اتفاقية الهدنة في الحديدة بحسب موقع التغيير نت أن عملية إعادة الانتشار التي تنص على انسحاب المتمردين من موانئ المحافظة تسير وفق الخطط الموضوعة. وأعلنت الأمم المتحدة أن أنشطتها في الأيام التالية ستركز على إزالة المظاهر العسكرية ونزع الألغام، وستقوم البعثة بإجراء تحقيق رسمي لعملية انسحاب المتمردين من الموانئ يوم الثلاثاء. محمد العامري وزير الدولة ومستشار الرئيس اليمني قال إن انسحاب الحوثيين من الحديدة وهم وخداع، مطالبا الأمم المتحدة بتقديم تفسير واضح حول ما حدث في الحديدة. وفي الشأن المحلي أيضا نطالع في موقع المصدر أونلاين مقالا للكاتب وليد المقرمي بعنوان ورق الجوازات، ويقول الكاتب عممت الحكومة ببطلان الجوازات الصادرة من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثي، فاتجه الناس إلى المحافظات المقررة لاستخراج جوازات سفر، لكنهم وجدوا إيتاوات ورسوما باهظة قبل أن يتوقف الإصدار بدعوى عدم توفر الورق. آلاف المرضى والطلبة والمضطرين للسفر عالقون بانتظار أن يتوفر الورق كي يتمكنوا من الحصول على جواز سفر من طرف الحكومة الشرعية، لا لأيام ولكن لشهور. وفي الوقت الذي ينتظر الناس من هذه الحكومة توفير الخدمات وتطبيع الحياة في المناطق المحررة ثم تحرير المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون، يجد المواطن نفسه مجرداً من خدمات هذه الحكومة. وحين تضطره الأحوال للسفر تقول له الحكومة أنت مجرد سجين لا تقدر على تجاوز حدود البلد. للسلطة الشرعية رئيس لا يعرف ماذا يجري في البلد، لكنه عين مقرباً منه وزيراً للداخلية، وهي الوزارة المعنية بإصدار الجوازات وعاجزة عن ذلك بسبب عدم توفر الورق.
ولهذه السلطة نائب رئيس نافذ ووثيق الصلة بأجهزة الدولة. لابد أنه يعلم أن الجوازات متوقفة منذ شهور، كما لهذه السلطة رئيس حكومة صقيل يقول إنه مبذول لخدمة المواطنين، لكن الشهور تمضي والمواطن يتسوله جواز سفر دون رد لأنه مشغول بتوفير الخدمات للمواطنين. لدى السلطة الشرعية وزراء ووكلاء وزارة ومدراء أكثر مما لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ناهيك عن حكومتي شباب وأطفال. جميع أولئك لديهم جوازات سفر دبلوماسية حمراء ويعجزون عن منح جواز سفر عادي لمواطن يعاني من مرض عضال باعت عائلته أملاكها لإنقاذه بالسفر إلى الخارج قبل أن يكتشفوا أن العائق أمامهم جواز سفر مهان ومدفوع في مطارات العالم لأن الحكومة ليس لديها ورق. على أن ما تتعطل بسبب عدم توفر الورق هي دورات المياه للحكومات. تقول صحيفة العرب الجديد: يمنيون احتجوا على رفع قيمة زكاة الفطر في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بنسبة 67%. وقال حسن أحمد وهو موظف حكومي في صنعاء: إن القرار الذي اتخذته الهيئة العامة للزكاة في صنعاء برفع قيمة زكاة الفطر عن كل فرد من 300 ريال يمني إلى 500 ريال يمني يضاعف من معاناة السكان الذين يعيشون أوضاعا إنسانية بالغة السوء. وأضاف أحمد للعربي الجديد: لا أستطيع دفع قيمة زكاة الفطر لهذا العام عن كل فرد في أسرتي، ولا سيما مع انقطاع راتبي الحكومي منذ عامين ونصف. وأوضح أحمد أن جماعة الحوثي تخالف القوانين بهذا القرار ولا تراعي ظروف الأسر التي بالكاد تستطيع توفير المتطلبات الأساسية اليومية وتسعى فقط للحصول على أكبر قدر من الإيرادات المالية. كذلك أكد خالد الوصابي عدم قدرته هذا العام على دفع قيمة زكاة الفطر عن أفراد أسرته المكونة من 13 فردا. وأضاف الوصابي للعربية الجديد: كل يوم نستيقظ على ارتفاع جديد لأسعار المواد الغذائية من جراء الضرائب والجبايات في صنعاء على التجار، والآن رفعوا قيمة الزكاة ويطالبون بالدفع، متسائلا: من أين ندفع ونحن من دون أعمال ورواتب؟ وبحسب الأمم المتحدة يعيش اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج إلى 80% من سكانه إلى المساعدات الإغاثية العاجلة. وفي الشأن العربي نطالع في العربية الجديد مقالا للمفكر العربي عزمي بشارة بعنوان: للدقة صفاقة القرن، ومن أبرز ما جاء في هذا المقال: ليست ما سميت افتراء على التاريخ وزعما على القرن باسم صفقة القرن إلا محاولة من أوساط متطرفة في اليمين الصهيوني المتغلغل حاليا في الإدارة الأمريكية لفرض المشكلة ذاتها بوصفها حلا. ووفق العقل المستهبل والصفيق في الوقت ذاته الذي تمخض عن هذه الأفكار، فبما أن منطق التطور في منطقتنا يقود إلى الأسوأ وهو قانون يعتقدون أنه واضح للجميع، من الأفضل للضحايا أو من يعينون أوصياء عليهم ليس التمسك بالظلم القائم باعتباره أهون من الظلم القادم فحسب، بل منحه شرعية قانونية وتاريخية. لن تلقى هذه الصفقة المزعومة المؤلفة من مجموعة أفكار غير مترابطة تتباهى بأنها تصف الوضع القائم كما هو متنازلة عن تغييره موافقة أي فلسطيني، ولكنها مع ذلك مهمة لأنها تشكل تحولاً في الموقف الأمريكي الداعم أصلاً لإسرائيل ليصبح هو ذاته موقف اليمين الإسرائيلي المتطرف. وسوف تحتاج أي إدارة أمريكية قادمة إلى وقت لإصلاحه مستقبلاً. جرى عملياً تنفيذ صفقة القرن في ظروف ضعف المعسكر المعارض للسياسات الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة بسبب ضعف الأنظمة وأزمتها العميقة وصراعاتها الداخلية مع مجتمعاتها وشعوبها وأداتيه استخدامها قضية فلسطين، ما أدى إلى انفلات الموقف العربي التابع للسياسات الأمريكية في المنطقة من عقاله تماماً بعد الثورات العربية. وأصبحت هذه الأنظمة أكثر ارتباطاً بأمريكا لأنها تصارع على وجودها ولقناعتها بضرورة التحالف مع اللوبي الإسرائيلي في واشنطن إلى درجة العلنية، كما تفعل الإدارات الحالية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، ولأنها تعتبر إيران هي الخطر الرئيس وإسرائيل حليفاً في الصراع معها.
نشر موقع FBRIA الروسي تقريرا استعرض فيه قائمة بالمعالم الموجودة على هذا الكوكب، ولم يستطع العلماء إيجاد تفسير لها. وقال الموقع في تقرير ترجمه موقع عربي 21 إن قلعة إنكا الواقعة في البيرو بنيت من الأحجار بطريقة غير مألوفة وشيدت بطريقة مثالية، لم يستعمل الإسمنت الحجري في أي من مراحل بنائها. وأورد الموقع أن اكتشاف شبكة كبيرة من الأنفاق تحت الأرض تشمل كافة القارة الأوروبية أو مجمعا تحت الأرض يعد دليلا على أن شعوب القرون الوسطى لم يقضوا أوقاتهم في الصيد والحصاد فحسب. وإلى الآن لم يتمكن العلماء من معرفة الهدف من تشييد هذه المباني في ذلك الوقت. يقول بعض الخبراء أن الأنفاق حفرت لحماية الناس من الحيوانات المفترسة، بينما يعتقد آخرون أنها كانت معدة لعبور المسافات الطويلة. مهونجو دارو أو مدينة تل الموتى في باكستان تقع في منطقة السند، وقد تم تشييد هذه المدينة سنة 2600 قبل الميلاد لتختفي بعد ذلك، ويعاد اكتشافها سنة 192، ولم يتوصل العلماء بعد إلى الأسباب التي أدت إلى اختفاء هذه المدينة. وأوضح أن الحضارة المصرية الفرعونية القديمة اشتهرت بأعمدتها الحجرية التي تسمى المسلة، ولم يتمكن العلماء من معرفة الأسباب التي دفعت الفراعنة لبناء هذا النوع من الأعمدة. بعد ساعات على بدء مواجهة للمصارعة الحرة، كما يقول موقع الدي دبليو، تهاوى المصارع المكسيكي سيلفر كينج ساقطا على الأرض. أعتقد المتفرجون وخصمه في الحلبة أن ذلك لم يكن إلا جزءا من العرض الذي جرى في العاصمة البريطانية لندن، حتى أن خصمه وجه إليه ركلة أخرى ليزيد من حماسة الجمهور الهاتف بالمزيد. لكن الأمر ولدهشة الجميع لم يكن عرضا، فقد أكد مشغل الحلبة بعد ذلك بساعات قليلة وفاة سيزار بارون الشهير بسيلفر كينج. وبحسب تقارير إعلامية فإن المصارع المكسيكي توفي جراء إصابته بنوبة قلبية خلال النزال. ويظهر مقطع فيديو متداول على الإنترنت كيف بدأ المصارع المكسيكي يواجه صعوبات في الوقوف على قدميه رغم طلب حكم النزال منه الوقوف بثبات، إلا أن سيلفر كينج بقى مستلقيا على أرض الحلبة بينما عمت الفوضى بين المتفرجين عندما لم يتبينوا ما إذا كان الحادث جزءا من العرض أم لا. وفي الشأن الإقليمي والدولي كتب فراس أبو هلال مقالا في عربي 21 بعنوان هل ستشن أمريكا حربا على إيران؟ جاء فيه: لم تشهد منطقة الخليج العربي مثل هذا التصعيد العسكري والخطابي والسياسي منذ غزو العراق عام 2003، ما يغري المحللين والمتابعين بتوقع حرب شاملة طاحنة في المنطقة تشنها الولايات المتحدة ضد إيران، خصوصاً في ظل قيادة أمريكية متشددة غير قابلة للتوقع، وبالتزامن مع أزمات عديدة في الخليج تمثل إيران عاملاً مشتركاً فيها. ثمة عوامل عديدة تدفع باتجاه احتمال وقوع حرب من هذا النوع تتعلق بالواقع الإقليمي والدولي، أهمها وجود قيادة أمريكية متشددة برئاسة دونالد ترامب وسعي ترامب الحثيث وبكل الطرق لإرضاء اليمين الإنجليكاني واليمين المتطرف، وإلغاء ترامب للاتفاق النووي مع إيران من طرف واحد. وهناك عوامل قد تمنع الحرب، أهمها عقيدة ترامب في السياسة الخارجية والتي تقوم على عدم الانغماس بشكل مباشر في صراعات الشرق الأوسط، وعلى عدم شن حروب لصالح الآخرين، والاكتفاء بدلاً من ذلك بالاعتماد على وكلاء إقليميين ودوليين لتحقيق مصالح الأمن الأمريكي وإدارة الصراعات. تصاعد قوة التيارات الأمريكية التي تدعو للابتعاد عن صراعة الشرق الأوسط والتركيز على آسيا، وخصوصاً الصراع مع الصين الصاعد بقوة، الخلافات الأمريكية الداخلية وسيطرة الديمقراطيين على الكونغرس ورفض الأغلبية الديمقراطية لشن حروب جديدة، وعدم وجود أطراف داخلية في إيران مستعدة للتحالف مع أمريكا لخلافة النظام الحاكم.
ومعارضة أوروبا للحرب والانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي وإجادة إيران للعبة حافة الهاوية مع أمريكا، وهي سياسة نجحت باستمرار بالوصول بالتوتر في العلاقات إلى حافة الحرب مع قدرة إيرانية على الانسحاب في الوقت. موقع شبكة البي بي سي نشرت مجموعة من الصور قالت إنها ساحرة لأنهار وجداول مائية وشلالات من حول العالم، نعرضها عليكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. إلى الصور. الريشة أيضا تستطيع أن تنافس الصورة والكلمة لتعبر عن مختلف القضايا بطريقة جذابة ومختصرة، كما هو حال رسامي الكاريكاتير. نتابع. بهذه مجموعة الأخبار والصور والرسوم نصل إلى نهاية هذه الحلقة من كشك الصحافة. نشكركم على حسن المتابعة ونلقاكم على خير.